مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، لدي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعاود اللقاء بأبنائنا الأعزاء طلاب صف الثاني عشر متقدم في موضوعاتنا الفيزياء أسلوب حياة. اليوم إن شاء الله لنا وقفة سريعة مع القانون العام للغازات وحالات خاصة لهذا القانون والظروف القياسية للغاز، لكن لابد أن احنا نذكر أبنائنا الأعزاء أن هذا القانون العام تم استنباطه واستنتاجه كنتاج للعلاقات الرياضية لكل من قوانين بويل و قانون شارب وقانون الضغط. وكان في الحصة السابقة تعرضنا إلى الصور الرياضية المختلفة التي يمكن صياغة القانون العام للغازات عليها، فنذكر أبنائنا بمرور سريع على قوانين الغازات. فكان قانون بويل يدرس العلاقة ما بين ضغط كمية معينة من غاز وحجمها عند سقوط درجة الحرارة، بينما قانون شارب يدرس العلاقة ما بين حجم كمية معينة من غاز ودرجة الحرارة عند سقوط الضغط، في حين كان قانون الضغط يدرس العلاقة ما بين ضغط كمية معينة من غاز ودرجة الحرارة عند سقوط الحجم، وكان القانون العام كما سبق يدرس العلاقة ما بين المتغيرات الثلاث الضغط والحجم ودرجة الحرارة. بنأكد لأبنائنا الأعزاء أن هناك متغيرات ثلاثة، حجم وضغط ودرجة حرارة. القانون الذي يدرس العلاقة بين الحجم والضغط فقط عند سقوط الحرارة قانون بويل، الحجم ودرجة الحرارة هو قانون شارب، الضغط ودرجة الحرارة هو قانون الضغط عند سقوط الحجم. القانون الذي يدرس العلاقة ما بين الثلاث متغيرات معا في آن واحد هو القانون العام أو القانون الموحد للغازات. إذن القانون العام هو قانون يدرس العلاقة ما بين حجم وضغط ودرجة حرارة الغاز معا. استنتاج القانون رياضيا، ذكرنا أن من قانون بويل كان الحجم يتناسب مع 1 على B أي عكسية مع الضغط، ومن قانون شارل كان الحجم يتناسب مع درجة الحرارة بشكل طردي. بدمج العلاقتين معا كان الحجم يتناسب طرديا مع درجة الحرارة عكسيا مع الضغط، وتمت الكتابة على الصورة BV يساوي RT حيث الR هو الثابت العام للغازات. وكان هذا القانون هو القانون العام أو القانون الموحد للغازات، قانون يدرس العلاقة ما بين ضغط الغاز وحجمه ودرجة الحرارة، وينص على أن حاصل ضرب الضغط في الحجم مقسوم على درجة الحرارة يساوي مقدار ثابت، وكتب رياضيا على الصورة BV يساوي RT. وذكرنا أنه لعدد N من المولات يمكن كتابة هذا القانون على الشكل BV يساوي RT لمول واحد، ولكن BV يساوي NRT لأكثر من مول. تذكيرا الB هو الضغط، V حجم الغاز، الN عدد المولات، والR هو الثابت العام للغازات، والT هي درجة الحرارة. وكان من الأشكال الرياضية البسيطة والسهلة إلى سهل على التعامل مع المسائل وحالات قانون العام للغازات B1V1 إلى T1 في الحالة الأولى يساوي B2V2 إلى T2 في الحالة الثانية، وهكذا لو إن عندنا أكثر من حالة تغير فيها ضغط وحجم ودرجة حرارة الغاز. أما بالنسبة للظروف القياسية، أول ما نسمع في المسألة أو في الحوار الفيزيائي أن هذا الغاز في الظروف القياسية أو في STB أو ميم ضاد دال، هذه المصطلحات تعني الشروط القياسية والظروف القياسية والعيارية للغاز، أي أن الضغط ودرجة الحرارة والحجم هيكون لها قيم خاصة محددة. على سبيل المثال درجة الحرارة هتكون 0 كلفن 273 سيليزيوس، الضغط 1 ATM أو 76 سنتيمتر زئبق أو 1.013 مضروب في 10 أس 5 باسكال أو نيوتن على متر تربيع. وفي هذه الحالة وفي هذه الظروف فإن المول الواحد من الغاز يشغل حجما وقدره 22.4
لتر. إذا بمجرد ما نذكر أن الغاز في الظروف القياسية أو في الحالة القياسية والعيارية أصبح بديهيا لدينا معرفة درجة الحرارة وضغط وحجم المول من الغاز. في الظروف القياسية للغاز كمثال احسب قيمة الثابت العام للغازات. نقول إن R تساوي BV على T. الـ B في الظروف القياسية بهذه القيمة 1.013×10^5. حجم المول الواحد من الغاز 22.4 لتر مضروب في 10^3 للتحويل إلى متر مكعب كوحدة دولية للحجم مقسوم على 273. إذن تطلع القيمة النهائية للثابت العام للغازات 8.31 جول لكل مول كيلو. وهذه أحد الأسئلة والأمثلة البسيطة كتطبيق مباشر على الظروف القياسية للغاز. قوانين الغازات الثلاث قانون شارل وبويل وقانون الضغط. قانون بويل كان يدرس العلاقة ما بين الحجم والضغط عند ثبوت درجة الحرارة. شارل الحجم مع الحرارة عند ثبوت الضغط. قانون الضغط يدرس العلاقة مع الضغط ودرجة الحرارة عند ثبوت الحجم. تم استنتاج القانون العام من هذه القوانين الثلاث. كذلك يمكن تبسيط القانون العام إلى كل من هذه القوانين الثلاث. على سبيل المثال إذا كان ضغط الغاز ثابت فيقول القانون العام للغازات إلى قانون شارل ويكون في 1 إلى في 2 يساوي في 1 إلى في 2. أما إذا كانت درجة الحرارة ثابتة فيقول القانون العام للغازات إلى قانون بويل في 1 إلى في 2 يساوي في 2 إلى في 1. أما إذا كان حجم الغاز ثابت فيقول القانون العام للغازات إلى قانون الضغط ويكون في 1 إلى في 2 يساوي في 1 إلى في 2. تبسيطا هذا هو القانون العام للغازات B1V1 على T1 يساوي B2V2 على T2. لو كان الضغط ثابت في الحالتين إذا B1 مع B1 يظل عندنا V1 إلى T1 يساوي V2 إلى T2 وهو القانون الخاص بقانون شارل. أما إذا كانت درجة الحرارة ثابتة يبقى T1 مع T2 يظل عندنا B1V1 equal B2V2 يعطينا القانون الخاص بقانون بويل وهكذا. إذن كما تم استنتاج القانون العام للغازات من القوانين الفرعية للغازات قانون بويل وشارل والضغوط يمكن أيضا تبسيط القانون العام للغازات في حالات خاصة إلى قانون بويل أو شارل أو الضغط. في هذا الجدول السريع نجد أن قانون بويل يدرس علاقة ما بين الضغط والحجم وتلك هي صياغته الرياضية، بينما قانون شارل يدرس علاقة ما بين الحجم ودرجة الحرارة وتلك هي الصورة الرياضية، وقانون الضغط جاي لوساك يدرس العلاقة ما بين الضغط ودرجة الحرارة وتلك هي الصورة الرياضية، والقانون العام يدرس العلاقة ما بين متغيرات الثلاث وتلك هي صورته الرياضية B1V1 على T1 يساوي B2V2 إلى T2. مثال سريع، افترض أن الغاز ثابت في الحالة التالية وعندنا اسطوانة تحتوي على مكبس. هذه الاسطوانة تحبس 30 ملليمتر من غاز عند ضغط 1 ATM وفي درجة 0 سيليزيوس. إذا زادت درجة الحرارة في الاسطوانة لتصبح 30 درجة سيليزية وزاد الضغط إلى أي أصبح الضغط ب 1.2 ATM، كان سابقا 1 ATM أصبح 1.2، فهل يتحرك المكبس في الأسطوانة إلى أعلى أم إلى أسفل أم لا يتحرك أساسا؟ إذن يكمن حل هذا المثال وتكمن فكرته في حساب الحجم في الحالة الثانية. إذا كان حجم الغاز في الحالة الثانية بعد هذه التغيرات التي طرأت على الضغط ودرجة الحرارة أكبر من حجمه في الحالة الأولى فلا بد أن يتحرك المكبس إلى أعلى. أما إذا كان حجم الغاز في الحالة الثانية أقل من الحالة الأولى بعد هذه المتغيرات في الضغط ودرجة الحرارة إذن يتحرك المكبس إلى أسفل. أما إذا ساوى الحجم في الحالة الثانية الحجم في الحالة الأولى فإن المكبس يظل ثابتا ولا يتحرك. لننظر لعرض الفكرة سريعا، الضغط في الحالة الأولى 1 ATM، الدرجة في الحالة الأولى 0 سيليزيوس، الحجم في الحالة الأولى 30 ملليمتر، درجة الحرارة بعد التغير 30 سيليزيوس، الضغط بعد التغير 1.2 ATM، المطلوب هو حساب الحجم في الحالة الثانية.
أكدنا أن لابد من التعامل مع درجات الحرارة بنظام كلفن، إذن لابد من تحويل T1 و T2 إلى كلفن بإضافة 273 تصبح T1 273 كلفن، وتصبح T2 303 كلفن. بالتعويض المباشر في القانون العام للغازات B1 V1 إلى T1 يساوي B2 إلى V2 إلى T2 يمكن حساب الحجم مباشرة V2 اللي أصبح 27.75 مليمتر، أي أقل من حجمه في الحالة الأولى. إذن لابد وأن يتحرك هذا المكبس إلى أسفل. هذه من الأفكار السريعة الخاصة بالقانون العام للغازات. وفي هذا اللقاء أبنائي الأعزاء طوفنا على القانون العام للغازات وعلاقته بقانون بويل وشارل والضغوط، وكذلك الظروف القياسية والعيارية للغاز، وكيف يمكن تبسيط القانون العام إلى قانون بويل أو إلى قانون شارل أو إلى قانون الضغط، مع عرض لأفكار سريعة لبعض الأمثلة البسيطة المتعلقة بالقانون العام للغازات. على أمل بلقاء قريب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.